ضمن مشروع مشترك بين برنامج الغذاء العالمي واتحاد الغرف الزراعية وبالتعاون مع منظمة الفاو، 21 وحدة تصنيع غذائي لصنع منتجات الألبان والأجبان والحلويات والعنب وغير ذلك الكثير في عدد من قرى محافظة السويداء. احنا هون بوحدة تصنيع حبران، وحدة تصنيع حكومية ل 12 سيدي من سيدات القرية عم يشتغلوا بالتصنيع الغذائي لمنتجات لمواد أولية متوفرة وموجودة عندنا نحن هون بقرية حبران، من العنب، من الحليب، من الأشجار المثمرة، كمان من المحاصيل القمح وجميع المنتجات المطلوبة والمرغوبة من قبل المواطن طبعا، واللي عندنا نحن نساءنا خبيرات بتصنيع هاي المادة الأولية. فهذا المنتج جودة عالية وبأسعار أقل كونه لغينا دور الوسيط. تساهم هذه الوحدات في دعم التنمية المستدامة في الأرياف وتوفير عشرات فرص العمل وتحسين مستوى الدخل وتصريف الفائض من الإنتاج النباتي والحيواني بأسعار تناسب الجميع. عم لأسرتي ولبيتي، ويعني في إنتاج منيح كمان، والإنسان بيقدر بقوي كل شيء يقدر عليه بشغل. مشروع كثير ممتاز، ولو نحن بنشكر يلي ساعدونا وساهموا بهذا المشروع. أكيد أكيد عم ننقل خبرتنا وخبرة الصبايا، كل واحدة شو بتعرف، عم نحاول يعني نستفيد كمان من بعضنا، من معلومات بعضنا، ومنجدد بشغلنا للأحلى. دعم مثل هذه المشاريع وإيجاد أسواق تصريف دائمة لها من شأنه تحقيق فوائد مضاعفة وتسهيل وصول المنتجات من المنتج إلى المستهلك الراغب بمنتج ريفي صحي وبشكل مباشر. من السويداء للإخبارية السورية، شام حمدان.